احنا دلوقتي على الهاتف معانا دكتور محمود شاهين، مدير وحده التنبؤات بهيئه الارصاد. اهلا بيك يا فندم. اهلا بحضرتك يا فندم، صباح الخير عليكم، وكل سنه وانتم طيبين، وكل الشعب المصري بألف خير يا فندم. خلينا نطمن الاول، يعني قبل ما نتكلم على الاجواء او اول يوم رمضان هيكون الوضع فيه شكله ايه، نتكلم على بقى يعني التوقعات لشم النسيم النهارده، هيبقى ايه الاجواء، توقعات الارصاد ايه؟ هلا النهارده الحمد لله الجو شبيه بامبارح تقريبا، اجواء مستقره تماما، درجات حراره وان كانت اعلى من المعدل بحوالي درجتين، بس طبعا الجو فيه نسمه من الهواء كده مقلله احساسنا بالارتفاع في درجه الحراره. الطقس يعتبر لطيف على كل سواحلنا الشماليه ومعتدل بالنسبه للقاهره ومحافظات الوجه البحري، حتى كمان بني سويف، المنيا، اسيوط، المحافظات شمال الصعيد، ولكنه طبعا بيميل للحراره على قنا والاقصر واسوان والوادي الجديد، ده بالطبع خلال ساعات النهار. كان في شبوره يا دكتور، برضو كان في شبوره النهارده على الصحراوي. في طبعا في شبوره، ما دي الظاهره اللي تعتبر الظاهره الوحيده. انا كنت في مهمه عمل رسميه بستكشف الارصاد عشان اعرف اسالك الصحراوي. في شبوره صح. احنا الاول بنتكلم على درجه الحراره نفسها ووصفها بالليل، انها بتكون بارده الى حد كبير او بتميل للبروده خصوصا في الساعات المتاخره من الليل والصبح بدري. والظاهرة الجوية الوحيدة اللي موجودة النهاردة هي الشبورة المائية، سواء على الطرق الزراعية أو الطرق القريبة من مسطحات مائية في الوقت اللي حضرتك ذكرته بالفعل الصبح بدري، ولكن بعد قليل هتبدأ تتحسن الرؤية تماما على كافة الطرق ومش هيكون في أي تأثير على الطرق. ولكن طبعا احنا بننصح باستمرار التواجد في المنازل، لأن طبعا درجات الحرارة في المناطق المكشوفة طبعا مع سطوع أشعة الشمس بترتفع فيها درجة الحرارة، خصوصا زي ما حضرتك منوهتي عن رمضان. فطبعا خلينا برضو ما نستبقش الأحداث، احنا النص الثاني من الأسبوع هيشهد ارتفاعات في درجات الحرارة عن المعدلات بقيم كبيرة، ومع نهاية الأسبوع إن شاء الله هيحدث انخفاض. فاحنا داخلين على النص الثاني من الربيع، والنص الثاني من الربيع بتتقارب فيه إلى حد ما، بترتفع درجة الحرارة الصغرى وبتتقارب شويه من درجه الحراره العظمى، ونبدا بقى نصيف ونلبس ملابسنا الصيفيه. ولكن بقى في النص الثاني بنشهد ارتفاعات ملحوظه في درجات الحراره بقيم قياسيه، واللي يعتبر النص الثاني من الربيع بتتسجل فيه اعلى درجه حراره على مدار العام كله. فطبعا اعلى من شهور الصيف؟ اعلى من شهور الصيف طبعا. ده هيتواكب طبعا مع شهر رمضان وايام شهر رمضان. اللي هو تقريبا يا دكتور محمود هيكون تقريبا هيكون يوم كام رمضان؟ لا هو طبعا النص الثاني بصفه عامه، مش في يوم معين، بترتفع درجات الحراره والموجات الخماسينيه بقى ونشاط الرياح والاتربه، وفي يعني خلال الفتره اللي جايه يتزامن مع اول يوم رمضان، تعتبر موجه خماسينيه فيها نشاط رياح واتربه وارتفاع درجه الحراره يصل الى 36 درجه. فطبعا يوم بدايه اول يوم رمضان هيكون الجو بالفعل في حاله شديده من عدم الاستقرار ما بين ارتفاع في درجة حرارة ونشاط رياح وأتربة. يعني يا دكتور عشان ناخد بس تصريح من حضرتك، أول يوم في رمضان رياح خماسينية واضطراب في درجات الحرارة، صح كده؟ وارتفاع ملحوظ في درجة الحرارة، ده يوم الجمعة إن شاء الله. يوم الجمعة. أوكي، طب كويس إن حضرتك بتقول لنا برضو كده عشان الناس تاخد بالها. نصايح بقى. طبعًا كل سنة، طب إيه نصايح؟ يعني المفروض يعني إحنا عارفين إنه الزبادي، المية، ده مهم قوي في السحور علشان ما نعيش فترة. ففي أي نصايح مثلًا مختلفة حضرتك ممكن تقولها؟ هو طبعا اهم نصيحه بالنسبه للصايم انه يلتزم المنازل وما نتعرضش لاشعه الشمس، لان التعرض تحت اشعه الشمس بيفقدنا كميه كبيره من الميه اللي موجوده في جسمنا. فطبعا عدم التعرض المباشر لاشعه الشمس ده يعتبر اهم نصيحه خلال ساعات الصيام. والحمد لله يعني الاجواء لسه احنا نعتبر في الربيع، ما فيش ارتفاعات في نسب الرطوبه، فمش هنلاقي نسبه عرق كبيره. بس هو اللي هيحس بحراره الشمس كويس او اللي هيحس بحراره الجو 36 درجه هو اللي متعرض لاشعه الشمس المباشره. فبقدر الامكان هو يوم جمعه واجازه طبعا. هو طبيعي الناس كلها اصلا يعني في الحجر ويوم جمعه واول يوم في رمضان، فكده يعني كده الناس كلها الظروف كلها بتساعد، بس استثناء الناس اللي بتشتغل طبعا. هي المشكله. وطبعا امراض الحساسيه والصدر والتنفسيه عشان الاتربه في الاماكن وساكني المدن المكشوفه، هنحاول طبعا بقدر الامكان نقفل الشبابيك بحيث ما نتعرضش للاتربه دي بشكل مباشر. دكتور الاماكن الساحل الشمالي، شرم، الغردقه، الاماكن بين قوسين تسمى سياحيه، انا عارف طبعا انه ما فيش حركه النهارده، ولكن عايزين نطمن الناس برضو على الاماكن دي، طقسها النهارده شكله ايه؟ لا هو النهارده الاجواء الربيعيه اللي موجوده ونسمه الهواء اللي موجوده اللي بقول لحضراتكم عليها بتقلل من احساسنا بارتفاع درجه الحراره،
فالاجواء ممتعه جدا في هذه الاماكن، ممتعه درجه الحراره ما بين 28 و29 درجه في ساعات النهار، فترات الليل في هذه الاماكن السياحيه من 16 ل 17 درجه، فتعتبر اجواء ربيعيه ممتعه، ملاحه بحريه معتدله تماما سواء في البحر المتوسط او في البحر الاحمر. طيب سؤالي الاخير، الاضطراب اللي هيحصل اول يوم رمضان اللي هو يوم الجمعه هينتهي الساعه كام، ولا هل هكمل معانا اليوم تاني او تالت؟ لا هو هيبدا معانا من الساعات الاولى من مساء مع الفجر، الخميس. الناس تخلص شرب ميه وتخش على الطقس بالظبط. ايوه هتبدا مجرد ما نتسحر ان شاء الله هنبدا نستشعر بارتفاعات درجات الحراره، وهيستمر معانا لغايه تاني يوم برضو الصغرى بتاعت السبت الصبح هتبقى في ارتفاع في درجه الحراره، ولكن درجه الحراره العظمى يوم السبت هيبقى فيها انخفاض ملحوظ عن يوم الجمعه، هنلاقي الجو مختلف خالص يوم السبت، وهتنزل درجه الحراره لما يقرب من 10 درجات. فتغيير درجات الحراره بشكل سريع كده بيخلينا برضو نحذر من تخفيف الملابس بشكل مبالغ فيه، هنتابع النشرات الجويه عشان نوعيه الملابس اللي هنبدا نلبسها خلال الفتره الجايه من النص الثاني من يعني الربيع. يعني من يوم كام في الشهر تقريبا الناس تقدر تلبس هدوم الصيف؟ تبدا تشغل في البيوت التكييفات بشكل طبيعي؟ هو تكييفات، لا هو التكييفات عاده احنا بتنقذنا من اختناق الصيف. نسب الرطوبة لما بترتفع في شهر 6 نسب الرطوبة بتبقى عالية بشكل كبير. فإنما بالنسبة للمراوح والأجواء الطبيعية ولبس الملابس الصيفية مع أول مايو طبعا بتبدأ الأجواء تستقر من حيث درجات الحرارة ما بتنخفضش بشكل كبير بحيث إن احنا نتأثر بوقت السنة. نشكر حضرتك شكرا جزيلا دكتور محمود شاهين مدير وحدة التنبؤات بهيئة الأرصاد، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.